ناخد مع بعض أول خبر. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الإنتاج الزراعي في الدلتا الجديدة. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس الهيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية، حيث اطلع في هذا الصدد على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة في توفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية. يعني خليني أقول لحضرتك، في ظل توجيهات سيادة الرئيس وشايفين طبعا في طفرة كبيرة في مجال الزراعة، وبتكلم عن الفرافرة، بتكلم عن شرق العينات، بتكلم عن توشكا، بتكلم كمان عن هذا الصرح العملاق، بتكلم عن الدلتا الجديدة، وبتكلم، وخلينا نتكلم بصراحة، يمكن الاهتمام بالزراعة لولا توجيهات سيادة الرئيس وأنه ألقى الضوء بشكل كبير، وكان في قوانين تغلص فكرة التجريف وفكرة أن الناس كلها بدأت تتجه لتجريف الأرض الزراعية وتحويلها إلى مساكن، يعني كان الموضوع ليه تأثير كبير. تعليقك يا فندم. طبعا حضرتك بعد استعراض الخبر يعني شرحت وقفت. هو طبعا بقت أصبحت مسألة الزراعة مسألة ضرورة، وأصبحت مسألة حتمية في الأوضاع اللي احنا بيشهدها العالم حاليا، وفكرة ان احنا لازم مسألة توفير القوت اليوم للمواطن المصري، خصوصا في السلع الاستراتيجية زي القمح وزي الذرة، بمعنى رغيف الخبز والزيوت والأعلاف. صحيح، أصبحت مسألة ملحة إن إحنا نكثف جهود الدولة المصرية في إيجاد أو طرح أفكار جديدة بره الصندوق. التوجيهات الرئاسية والدولة المصرية بتتجه لإنشاء يعني نقدر نقول وادي نيل آخر أو دلتا جديدة أو محاولة لمضاعفة مساحة الأراضي الزراعية المصرية. لك أن تعلم أن الفدان الواحد في الأرض الرملية بيساوي في يعني نقدر نقول استهلاكه للمية عشر ما تستهلكه الأراضي الزراعية القديمة اللي بتتم مسألة الري فيها بالغمر. لكن مع التكنولوجيا ومع توفير الطاقة طبعا بشكل أساسي للدلتا الجديدة، والجيش المصري يوازي جيش آخر مسلح بمعدات للتنمية والتطوير، جاهز دايما لإيجاد مخارج وحلول للأزمات المصرية. صحيح. في التعمير في كافة الاتجاهات ومنها محور الزراعة. الدولة مصممة على إيجاد هذا المشروع وتطويره والحفاظ عليه بهدف وغاية في النهاية أن توفر لمصر القمح كما كانت مصر دائما مكتفية ذاتيا على مدى تاريخها، ولولا الأزمات ما يعني أزمة روسيا وأوكرانيا هي اللي اضطرتنا فعلا أو كانت المحفز للإسراع بمثل هذه المشروع. صحيح.